شو بيخطر عبالك وانت ساكت اغلب الوقت؟ وبعدين بتقول جملة واحدة قصيرة بتخليني انا ارجع اسكت. الصمت مو قصة قصيرة، الصمت تجربة كبيرة طلعت من مخاض ضجيج حياتي كبير. يعني بالمختصر، الصمت دليل عقلك وقلبك وانت عم تغزل طريق خلاصك. بس اكتر شي بيستفزني انه اغلب الاحيان ما بقدر قول كل شي دفعة واحدة، بس تجي قريحة الحكي. كون مقرر اقول، بس جرب اكتب بطل قول. الفراشات التي ترقص للنهر بقصد الغواية تعرف تماما أن النهر سبيل الغرق، ونحن غرقنا من زمان، بس مو بالنهر، غرقنا بمستنقع قذر من كل الأفكار والمعتقدات وحتى الحريات والثورات والديكتاتوريات والأنظمة والأحزاب المعارضة والمؤيدة وكل من لفلف هالمصطلحات. أكيد الحرية مو مستنقع، بس بتصير مستنقع وقت بتصير دكانة، مو؟ وهيك كل شيء. الشيء الوحيد اللي ما ممكن يتحول لدكانة بكل هالحياة هو الحب. لك إيه؟ قوس نجاتنا والمعتقد الوحيد اللي محافظ على وجوده بكل أبهته. بس ليك، أنا هون عم بحكي عن الحب الحقيقي، مو الحب البلا بلا بلا. الحب تبع زمان وقت كنا نمشي بالطريق وواحد يغمز لنا بعينه، نضل شهر عم نرجف كل ما تذكرنا هالغمزة. لك نحلم بهالغمزة مثل شي ممر كله شجر وورود وهو طريق الجنة. وما رح قلك عن حب تبع اليوم البلا بلا بلا. الحب هو الشيء الوحيد اللي عم يتقلص بيناتنا كلنا، لأنه هو الوحيد الحقيقي. والحب هو الوحيد اللي مخلاني ناطرة وصابرة واسمع موسيقى وغني وارقص واكتب. اكتب حب، لولاه كنت متت من زمان. ايه، شو بيخلي البني آدم متحمل كل هالحمولات اللي عكتافه لولا شي حلو وناعم ورقيق عم يستند عليه ليكفي شوية وقت من عمره. وهلأ خلينا نرجع لصمتنا، صمتنا اللي بيحكي كل شي عنا، اللي بيحكي حكاياتنا، صمتنا اللي بيغزل حرير أفكارنا ومواويل تعبنا، صمتنا اللي بيحفر فينا الكتير الحكمة والحق. بتحب ترقص؟ أنا بحب أرقص. كل ما زادت حمولة هالصمت وحمولة الصرخة اللي ما بدها تطلع لسه. بس أكيد رح تطلع هالصرخة شي يوم على شكل غنية كلها ورد وحياة، وهيك بس هالقد.